السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حكومات الاحتلال ومشاريعها الوهمية. مشاهدينا الكرام، سيكون هاشتاج هذا الأسبوع هو مشاريع العراق الوهمية. بإمكانكم التفاعل مع هذا الوسم في موقع تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام لنشر آرائكم وإرفاق هذا الهاشتاج مع ما تنشرون بخصوص موضوع المشاريع الوهمية المتعلقة بالعراق والمتلكئة كذلك في زمن حكومات الاحتلال. مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا في حلقتنا لهذا اليوم من خلال هواتفنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال إرسال رسالة نصية من خلال الرقم المخصص للواتساب، وسنقرأ هذه الرسالة إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا، 6000 مشروع وهمي كأقل تقدير بحسب الجهات الحكومية في العراق أهدرت مئات المليارات من الدولارات والتي كانت تكفي لإعمار العراق والنهوض به وجعله في مقدمة الدول المحيطة. لكن حكومات الاحتلال التي شكلتها الأحزاب الحاكمة بعد 2003 جعلت من هذه المشاريع وسيلة للانتفاع والكسب غير المشروع على حساب البلد وشعبه، فأفقرت وجوعت وشردت العراقيين ودمرت البلد. وها هم العراقيون اليوم يرون نتيجة حكم هؤلاء الفاسدين الذين حملوا شعارات البناء والإعمار وما حققوا منها سوى أحجار الأساس التي أيضا كانت فيها عملية سرقة وفساد. دعونا الآن مشاهدينا نتابع هذا الجرافيك الذي يبين بالأرقام حجم الفساد في المشاريع الوهمية والمتلكئة في العراق، لنشاهد. مشاهدينا، طبعا هذه الأرقام التي ظهرت وهذه المعلومات هي جزء بسيط من حقيقة كارثية عاشها العراقيون والعراق منذ عام 2003 إلى اليوم، 19 عاما من حكم هؤلاء الفاسدين الذين سرقوا المال العام، دمروا البلد، أوهموا المجتمع بمشاريع لم يتحقق منها إلا شيء بسيط، وأيضا ذهب إلى خدمة هذه الأحزاب. أكثر من 6000 مشروع، تخيلوا هذا الرقم مشاهدينا، تتعلق بالإعمار، تتعلق بالخدمات، تتعلق بالبنى التحتية، لكن لم يتحقق من هذه المشاريع أي شيء، وهي وهمية ولا وجود لها بحسب نواب برلمانيين. أين ذهبت هذه الأموال التي خصصت لهذه المشاريع؟ لماذا لم يتحقق أي من هذه المشاريع؟ ما الذي نقص هذه الحكومات منذ عام 2003 إلى اليوم وهي حكومات مدعومة دوليا
حظيت بالدعم الأمريكي، بالدعم الأوروبي، بالدعم الدولي بشكل عام. أصدقائهم موجودين في كل مكان ويدعمونهم بالتصريحات ويغضون النظر عن فسادهم. ما الذي منعهم من البناء والإعمار؟ هل يعقل بأن واحد مثل هادي العامري يقول بأن أعداء الحسين هم الذين منعونا من البناء والإعمار؟ على من يحاول أن يضحك هو وغيره طبعا ممن يستخدمون هذه الشعارات وهذه الأساليب الطائفية في محاولة لجعل الموضوع طائفي بعيدا عن إخفاقهم وفشلهم الحقيقي الذي أثبتوه طيلة هذه السنوات. هل يعقل بأن العالم أجمع الذي يدعم هؤلاء وفي النهاية يقول بأن أعداء الحسين هم الذين منعونا من البناء؟ 19 عاما أعطيت لهم كل الفرص وكل الأموال التي لم تدخل خزائن الدولة العراقية الحديثة منذ عام 1921 إلى اليوم، إلى عام 2003، ومع هذا سرقوا هذه الأموال وتركوا الشعب يجوع. الآن مشاهدينا الكرام، طبعا هي أجزاء بسيطة نعرضها لأن ملف الفساد وملف المشاريع الوهمية والمتلكئة عملاق جدا حقيقة، ولا يسعه حلقة واحدة أن تضم كل هذه الملفات، لكن دعونا نأتيكم بلمحات بسيطة ومضات من هذا الفساد. الآن هناك بعض اللقطات، بعض الصور التي سنشاهدها مع حضراتكم، وحقيقة هي فكرة وفقرة استحدثتها في هذه الحلقة، صورة وقصة بسيطة عن هذه الصورة. دعونا نشاهد الصورة الأولى مشاهدينا. هذه الصورة لمشروع الأبراج السكنية العملاقة تحتها 100 خط في الوزيرية في بغداد، تعود إلى حقبة محافظ بغداد الأسبق صلاح عبد الرزاق، وهو طبعا قيادي في حزب الدعوة، قيادي سابق لأنه صارت مشاكل والحزب على أساس فصله. هذا المشروع تم وضع حجر الأساس له كما هو أمامكم في عام 2009. لغاية هذه اللحظة منطقة الوزيرية في بغداد لم تشهد أي برج، ولم يبنى فيها أو يشيد أي برج من هذا المشروع. هذه الصورة أمام حضراتكم، هو هذا حجر الأساس، انظروا كيف تحول مع مرور الزمن، نباتات، يعني حتى أصبح ربما مكب للنفايات. هذه من منجزات حكومات الاحتلال. صورة أخرى خلينا نشوفها. هذه الصورة مشاهدينا الكرام لرئيس ديوان الوقف السني السابق عبد اللطيف الهميم، الذي وضع حجر الأساس لإعادة إعمار جامع النبي يونس عليه السلام في مدينة الموصل بمحافظة نينوى بتاريخ 2017. في تاريخ 2017 لغاية الآن أهالي مدينة الموصل يشكون من عدم إعادة إعمار أولا مناطقهم ومحافظتهم المنكوبة، ثم بعد ذلك جامع أو مسجد النبي يونس عليه السلام. أين ذهبت الأموال التي خصصت إلى هذا المشروع أو إلى إعادة تأهيل وبناء الجامع مرة ثانية؟ لماذا ترك حجر الأساس على وضعه؟ هذه اللقطات وهذه الصورة، حجر الأساس كما هو قد ترك من قبل عبد اللطيف الهمي محاشيته وعلى وضعه منذ عام 2017. ننتقل إلى صورة أخرى حتى نشوف أشياء بسيطة حقيقة من حجم الفساد الضخم والسرقات التي تمت. هذه كارثة أخرى من كوارث حكومات الاحتلال. هذه المدينة الجامعية في الشطرة حدثت طبعا وكانت في زمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في عام 2014. علي الأديب حزب دعوة، أيضا من أعضاء حزب الدعوة اللي حكموا العراق في فترة نور المالكي. وهذه المدينة الجامعية على أساس أنه تكون مدينة عملاقة فيها مجموعة من الجامعات من الكليات فيها تخصصات مختلفة. ما الذي قاله؟ بس ظلوا طلعونا الصورة شباب، أظهروا الصورة للشاشة، خلي الناس تشوف أنه هذا هو حجر الأساس للمدينة الجامعية. ما الذي يقوله قائم مقام الشطرة؟ يقول بأنه هذه المدينة الجامعية كلفت ميزانية الدولة العراقية 10 مليارات دينار عراقي لإنشاء وبناء الجامعات، ثم
كلفت 2 مليار دينار عراقي لبناء سور المدينة الجامعية فقط. سور المدينة كلف 2 مليار دينار عراقي، على لسان من؟ على لسان قائم مقام قضاء الشطرة. هذه هي إنجازات حكومات الاحتلال، إنجازات حزب الدعوة، إنجازات دولة القانون، إنجازات هذه الأحزاب التي حكمت. صورة أخرى لحزب الدعوة طبعا لزعيمها نور المالكي، خلينا نشوف هذه اللقطة. ونور المالكي يضع حجر الأساس في مشروع مصفى كربلاء النفطي. طيب، مصفى كربلاء موجود، لكن ما الذي حدث في هذا المشروع؟ يقول أو تقول لجنة النزاهة النيابية أنها أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من لجنة الطاقة للتحقيق بعقد كابسات مصفى كربلاء النفطي، مبينة أن الحقل أحيل بعقد مع الغرامات يصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي. قيمة العقد، عقد هذه الصفقة، هذا المشروع قيمته 8 مليارات أو 8 مليارات دولار أمريكي بحسب لجنة النزاهة، لكن التكلفة الحقيقية لهذا المشروع هي 4 مليارات دولار أمريكي فقط، أي هناك 4 مليارات أخرى اختفت من هذا المشروع، هذا بحسب لجنة النزاهة. لكن هناك تكملة لهذا الخبر، هناك مصيبة أخرى في هذا المشروع. بحسب النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي في عام 2020 أكد وجود خسائر مالية بلغت 13 مليار دولار في مشروع مصفى كربلاء النفطي. هذا المصفى الذي يضع نور المالكي حجر الأساس ليس حبا بالوطن ولا بالشعب العراقي، بل بحسب لجنة النزاهة وبحسب النائب حامد الموسوي أخذ قيمة هذه الصفقة وهذا المشروع من 4 إلى 13 مليار دولار، رقمان خرجا من جهتين حكوميتين، لجنة النزاهة النيابية والنائب في البرلمان عن محافظة كربلاء حامد الموسوي. مشاهدينا الكرام، هذه نبذة مختصرة جدا عن أحجار الأساس التي وضعتها حكومات الاحتلال منذ عام 2003 إلى اليوم. طبعا مصطفى الكاظمي قبل بضعة أيام وضع حجر أساس لإنشاء 1000 مدرسة، وهو مشروع على أساس أنه تقوم على الإشراف عليه وبنائه شركة صينية، تنفذه شركة صينية، لكن وكما تابعتم وزارة التربية متورطة بصفقات فساد عملاقة، وموضوع أنها وعدت بإنشاء 1500 مدرسة، وإلى الآن هذه المشاريع وهمية لم يتحقق منها أي شيء، وسرقت فيها مليارات الدنانير والدولارات. يطرح سؤالا مهما، هل هذه الحكومة أو حكومات الاحتلال جادة وصادقة في المشاريع التي تتبناها أو التي تطرحها؟ هل أحجار الأساس التي توضع بنية صادقة وتوضع حبا في الوطن ومحاولة للنهوض به، أم أن هناك كوميشنات ولا تمرر هذه المشاريع إلا بدفع العمولات والصفقات تذهب أرباحها إلى الجهات الحاكمة الفاسدة؟ هل ستترك هذه الأحزاب التي جاءت بمصطفى الكاظمي أن يبنى أو تبنى 1000 مدرسة دون أن تحصل هي على نسبتها من هذه الصفقة؟ هل هناك صفقات في العراق تمر دون أن تحصل هذه الجهات الحاكمة، الأحزاب الحاكمة، على حصصها من هذه الصفقات؟ طبعا الآن خلونا نشوف اللي حكموا العراق من عام 2004، أول رئيس وزراء كان أياد علاوي، وسنأتي أو ستأتي بالجرافيك الأحداث والشخصيات وبعض الأمور المختصرة عن من حكموا العراق من هؤلاء الفاسدين، إن كانت صفقات أو إن كانت قضايا تتعلق بهم أثناء فترة حكمهم، أو إن كانت قضايا فساد متعلقة بهم عندما كانوا يتبوؤون مناصب أخرى. لنشاهد. Thank you.
تعمدت وضع كلمة وأخرى في نهاية كل فقرة تتعلق بكل شخصية من هؤلاء أو من هذه الشخصيات، لأنهم متورطون بقضايا كثيرة أخرى، وما خفي كان أعظم. وبالتالي وضعت وأخرى أيضا للاختصار، وأيضا للدلالة على أن هؤلاء لديهم قضايا ومفاسد لا يسعها لا جرافيك ولا مليون جرافيك. 19 عاما دمروا بها واحد من أهم بلدان العالم وليس المنطقة فقط. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم، ويانا أول اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد وحياة قناة الرافدين وحيا الله أستاذ المشاهدين. كل الهلا يا أبو عمر، تفضل. حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة للمشاريع الوهمية بالعراق من 2003 ولحد الآن، زعماء قيادات الميليشيات اللي وعدوا العراقيين سوف يعني يبنون مستشفيات، يبنون مدارس، يبنون يعني البنى التحتية، يبنون يعني تطوير هذا البلد، هم وعدوهم. نعم وعدوا العراقيين، بس هذا الوعد ما لهم يعني إلى متى يعني نقدر نقول حد إلى بناء هذه يعني الأبنية اللي بنوها والوعد والعراقيين اللي راح يشوفون الخير من هاي الحكومات المتعاقدة ومن قبل قياداتهم، لكن من كانوا يبنون هذه المجمعات او اللي ما يصرحوا به كلها كانت مشاريع وهميه، وكانوا يسرقون فلوس عراقيين ويعني ويهربوها للخارج. فكان لما تبنى هاي المشاريع يروحون نبت خلطه الاحزاب وتهدد هاي الشركات اللي قاعده تبني بالمناطق اللي موجوده عندنا ببغداد ومحافظات، تساومهم على مبالغ فديه، يعني طلب من عندهم مليارات الدنانير والدولارات يعني مقابل ان يكملون المشروع هذا، لانه يتركون عنهم اذا ما يعطيهم اي فديه مبلغ من المال، واذا احد بهم تعرف انهم سوف يعني يقتلوه او اعتقاله من قبل المجاميع المسلحه للشركات اللي بنت بالمحافظات بغداد. هنا هذا العامل يعني يقول بانه استاذ محمد يصرح بانه اعداء الحسين ما يخلونا انه نبني. طيب ما هم احزابكم وميليشياتكم وقياداتكم اللي هم راحوا على الشركات هذول ومنحوا بناء هذه الشركات او المستشفيات بس أو يعني ماشي. انا بس اريد اسال بهاي النقطه، انه هم 19 عاما يحكمون العراق، دول العالم كلها تدعمهم، دول العالم هي التي جاءت بهم، الامم المتحده والولايات المتحدة وكل دول العالم وافقت على هؤلاء، جاءت بهم إلى حكم العراق، أعطتهم الصلاحيات الكاملة، أعطتهم الدعم المطلق، أتغاضت عن جرائمهم وانتهاكاتهم، أتغاضت عن كل شيء يسووه بالعراق من سرقة من فساد من قتل وإجرام وغيرها. من اللي منعهم من البناء؟ شنو اللي منعهم من البناء؟ استاذ محمد هاي مثل ما قلت لك هم هذا كذب، يعني يبنون بناء منعهم. طيب احنا المواقف اللي انبنت والملاهي اللي صارت والنوادي اللي صارت والكوفيات اللي صارت عندنا وكل هاي الامور اللي موجوده عندنا ببغداد والمحافظات، ليش ما منعوهم عدالة حسين؟ يعني كثير من الكليات وكثير من الجامعات الاهليه اللي موجوده حتى ببغداد انبنت لاجل مصالحهم والاستفاده من عندهم، بس عدالة حسين ما خلوهم يقدرون يوقفون هذا البناء؟ ايش معنى الامور اللي تفيد البلد واللي تكون خادمه للبلد؟ اعداء الحسين ما خلوهم يكملون. طيب بالجامعات والكليات ايش معنى خلوهم يكملوها؟ لانه من اجل الاستفاده من هذه الكليات والجوامع اللي بنوها هم نفسهم من اجل الاستفاده من مصالحهم وزياده الاموال اللي راح يصرفوها من ابناء الشعب. ما عندنا بناء وما عندنا اي يعني مجال نقدر نقول انه العراق راح يصير بخير بوجود هاي سلطه الاحزاب وقياداتهم، ما بقول لك شركات
معقول اكو فجات لجنه النزاع ما تقدر تحاسبهم، لان يعني لجنه النزاع ايضا متواضعه، ما عندنا في اللجنه انه تحاسب هذه، لا عندنا قضاه ولا عندنا مسؤولين، لا عندنا رئيس وزراء انه يحاسب هذول قيادات الميليشيات، لانه هاي الاموال والمشاريع اللي بنت يعني ما ممكن انه لحد الان نفس ملات واين فلوس ذهبت باي حق قدرت هذه الاموال والى الى جنوب اي فاسدين ذهبت. شكرا شكرا ابو عمر من بغداد. ابو مروه من كربلاء، تفضل يا ابو مروه. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمواطن دائما أؤكد على هاي الكلمة اللي اجت في تقريركم الكريم مال وأخرى. هاي الوأخرى نعم المعلن دائما أنا أكو موازنتين كل سنة. الموازنة المعلنة أمامنا أي. اللي هي نصها ما هي، وكم موازنة موازية إلها ما غني العراق. نعم. غني ذولا شافوا العراق غني ما يهدوا، لكن لكن والله يا لصوص يا فاسدين قسما بالله فلس ما يروح من العراق قسما بالله. واليوم قريب إن شاء الله وانتو تشوفوه بعيد، لكن والله اليوم قرب. والله العظيم يا فاسدين يا قدرين يا لصوص ما حد راح يوقف لكم والله العظيم. والشعب العراقي اذا انتم بتوا الى نار جهنم وليتوا فاحنا من احفادكم ومن عوائلكم نطلعها والله. ابو مروه لما يحملون لما يرفعون شعار بكل انتخابات بنات دوله، عن اي دوله يتحدثون؟ عن اي بناء يتحدثون؟ شنو اللي بنوه بالعراق اليوم؟ يعني هسه بدنا نتكلم ويا ابو عمر من بغداد، العراق تحول الى مولات ومطاعم، شنو غيرها؟ شنو المشاريع اللي تحققت؟ شنو البناء اللي تم بناء تم انشائه؟ شنو المشروع اللي يخدم المواطن فعلا، مو اللي يصرف فلوسه او اللي يضيع فلوسه على امور ما لها قيمه غير بس بعض الرفاهيه لبعض المقتدرين والشعب الباقي ميت من الجوع. نعم احنا اخي من نحكي بال مو لقلقه لسان ترى. احنا دنشكي امرنا حتى المجتمع الدولي وكل من ما يسمعنا خليه يسمعنا. العراق تحولت فلوسها الى هذه الاحجار اللي يشوفوها التعبانه. حجر الاساس، هذا حجر الاساس المضحك المبكي. هذا بمجرد ما يعزلون فلوسه على صفحه وتنحط بالجيوب ويبقى حجر الاساس بهاي القذاره. نعم منهم شفنا حكومات نعم سابقا حطت حجر اساس، انطت سلف عقاري وانطت اراضي وانطت بيوت. واي شفنا امور، لكن هذول ما شفنا منهم غير اللصوصيه. ولكم لصوص، ولكم لصوص فاسدين، وانا اعني فقط الفاسدين. لانه لو انا دائما اقوله ولكم يا يعني لصوص سوف تقطع اياديكم ان شاء الله. شكرا سيد ابو مروه من كربلاء. ويانا عباس من بغداد، تفضل يا عباس. الله يسلمك عباس، حياك الله. الله يحفظك خويا. بس ما كانش نطلع بشغل احنا قدامنا بالعراق. شلون عفوا؟ الو الو، ما كانش قدامنا شغله واحده بالعراق. اي شنو هي؟ هذول الاحزاب الخاصه. ايش بيها؟ صادق اختتامي؟ ايش بيها الاحزاب؟ شنو الشغله اللي بقت بالعراق؟ الاحزاب بس الثوره بقت قدام العراقيين. نعم. يعني اسوء حكومه مرسله بعديت حكومه مصطفى الكاظمي. فوق علني. نعم. وزارة فاقدة، داخلية فساد، الدفاع فساد. شنو رأيك بالمشروع اللي أعلن عنه مصطفى الكاظم اللي هو بناء ألف مدرسة؟ تتوقع هذا المشروع حيتحقق في ظل وجود فاسدين؟ والله يا أخوي كله كذب وكذب، ناس حرامية، ناس فاقدة، وبعض. نعم. تعالوا تحت. لا دولة عصابة، ما عندنا دولة تحكمنا. احنا دولة ما كنت تحكمنا، عصابة تحكمنا. نعم. هاي عصابة تحكم. يعني اليوم نلاحظ بالعراق انه اكو بعض اللي يتوهمون واللي ينخدعون
اللي تسويه هاي الأحزاب، أنه يقول لك اللي أنتوا ليش تحجون على الحكومة، مو هي تدي يحط حجر الأساس الألف مدرسة. طيب السؤال أنه كم حجر أساس نحط، كم حجر أساس نحط من 2003 إلى اليوم؟ هاي المشاريع يا مواطن يلي تقول ننطي فرصة الذولة، ما سألت نفسك وين راحت هاي المشاريع؟ مشاريع بمليارات، مئات مليارات الدولارات، بحسب لجنة النزاهة ونواب أكثر من 450 مليار دولار اختفت من العراق بسبب مشاريع وهمية. يعني المواطن أو بعض الناس اللي لا يزالون يعتقدون أنه هاي الأحزاب ممكن تقدم شيء، ذولا مدى يباعون على الحقيقة الموجودة؟ بشنو مخدوعين؟ يعني الله يساعدك من برا رافضين أنتم من برا شريف، دولة عبارة عن عصابة، ما عندنا دولة تحكم نحن حالياً. نعم. هاي العصابة إرادتنا تحت في الشوارع. إنه 2004 عندنا تلاقى تصير لقد تعلم. يا رب تكسر يعني ما أخشى لك. ما أنت ما حد يعيش يعني غير العراق. ما أريد ما أنت ما أدري شو أنت. نعم. عربة. لا مي. لكن فات الكويت والبلد. الكويت دمرت البلد. من 2004 عندنا. ما هيك بشر يستحمل والله العظيم. نعم. هيك بشر مستحمل ما هاي 20 سنة دمار خراب مختلف بس الشغلة ما جايتهم، وإذا مو تحت بالشارع احنا مو عراقيين. شكرا سيد عباس من بغداد، أشكر حضرتك. يعني بس أن هذه رسالة وهذه الأصوات التي تشارك ويانا بهذه الحلقة، أنه لبعض اللي لا يزالون يؤمنون بهاي الأحزاب واللي لا يزالون يعتقدون بأن هذه الشخصيات ممكن تقدم شيء، تاريخهم موجود. اللي عرضناه قبل شوية من 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 منجزات، خلينا نحطها بين قوسين، من منجزات هذه الأحزاب كوارث، كوارث عمت على العراق، ديون، ديون حتلاحق أجيال العراق المستقبلية. هذا البوق وهاي السرقات لا تتوقعون أنه من السهولة أنه ترجع هاي الفلوس. هذه الأموال التي هربت إلى خارج العراق دخلت باقتصادات دول ثانية. الموضوع مو سهل مثل ما تعتقدون أنه حيجي واحد حتى لو وطني أنه يقدر يرجع هالفلوس بسهولة. هذه الأموال دخلت في اقتصادات دول أخرى، الموضوع أصبح موضوع معقد. أموال العراق مهددة، اللي انسرقت مهددة بالضياع الحقيقي طالما استمر هؤلاء في الحكم. الموضوع يحتاج لفعلا. طيب الوعود اللي وعدتها هذه الحكومات، حيدر العبادي اللي وعد بمحاربة حيتان الفساد، بالكشف عن أسماء فاسدين وما أعلن عن هذه الأسماء، مصطفى الكاظم اللي يعد بمحاربة الفاسدين قبل عادل عبد المهدي، كلهم أطلقوا مشاريع تتعلق بمحاربة الفساد. لكن كيف يمكن محاربة الفساد وأنتم تضعون أيديكم بأيدي الفاسدين للوصول إلى السلطة؟ من اللي جاء بهذه الشخصيات؟ مو هي نفس الأحزاب الفاسدة؟ مو الفاسدين هم اللي جاءوا بهذه الشخصيات اللي حكمت؟ آخرهم مصطفى الكاظمي اللي باعتراف مقتدى الصدر جاء بالتوافق، شخصية توافقية أجمعت عليها الأحزاب الفاسدة المتهمة بسرقة وتدمير العراق وعينتها في منصب رئيس الوزراء. إذن كيف بهذا الشخص أن يقدم خدمات حقيقية وأن يحارب الفساد وأن يقضي على السلاح المنفلت وأن يحارب الميليشيات وهو مدعوم من كل هذه الشخصيات أو هذه الجهات الفاسدة اللي وصلتها للمنصب؟ محمد من بغداد تفضل. فقدنا الاتصال. قاسم من السماوة تفضل يا قاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد تفضل. أستاذ محمد وياك هو يعطينا الوقت الكافي. ايوه حتى اكمل اتصالي وياك. طيب يلا تفضل. خويا كل هذه السرقات باموال العراق هذه على يدي الميليشيات والاحزاب اللي جاءت تحت احتلال العراق. نعم. الله وكيلك، يعني هذه الاموال والممتلكات بالعراق انها سرقت على ايدي اولاد الرصوص الاقدام ضد الاقدام. اي والله. وعلى راسها ميليشيات الحشد الشعبي. التي أكثر من الميليشيات الأخرى لسرقة أموال العراق حتى خزينة الدولة تماماً انتقلت إلى إيران. كيف لا؟ طيب. يعني هؤلاء ليس ما جاءوا لخدمة العراق ولا
سرقت اموال العراق ممتلكات العراق حتى المتاحف سرقوها حتى كل شيء ما كلن اي والله العراق شنو يعني اكو بالعراق 6000 قاسم شنو تعليقك على هذا الرقم 6000 مشروع وهمي ما موجود بس على الورق بالعراق هذا بحسب لجنة النزاهة 6000 مشروع وهمي ليش ما حققوا هذه المشاريع شنو اللي منعهم من تكملة هذه المشاريع وتقديم هذه الخدمة للمجتمع هذه الدول المختلفة اللي جاءت احتلال العراق ونصبت هؤلاء الأقدام دولة تمنحهم على أي خدمة بحق العراق نعم هاي الدول أقوات الاحتلال الأمريكية في مستوى العالم يعني قد منعت هذه الأقدام على خدمة العراق بل قامت بسرقة ممتلكات العراق حتى المتاحف سرقتها حتى الأثاث سرقتها كل حتى مستقبلات النفط سرقت كل شيء نعم يعني كل هذه الحكومات التعبية كل هذه الأعجاب المارقة التي بادرت في سرقة كل ممتلكات العراق الله وكيله حتى المريض تحن ماي من أيديهم حتى العواصم الترابية من أيديهم حتى جيب النخيل بأيديهم الله وكيله هم وميليشيات المارقة طيب وصلت الفكرة قاسم شكرا لك محمد من بغداد تفضل يا محمد حياك الله. حياك استاذ محمد حيا قناة الرافدين البطلة. كل الهلا. تفضل. استاذ محمد اكو ولد صديق عندي بال 2012 هو يعني واحد متمكن تاجر. نعم. يقول بال 98 مالك كان بسوريا بسيدة زينب. نعم. عنده محل ركن يبيع سبح ويصلح محابس. هاي الكلام يعني صحيح مو يعني طرفه او شيء يعني شو وقت بيا سنه بيا سنه بيا سنه يعني تقريبا 98 98 97 يعني ما اتذكر بالضبط هو الشخص هذا من التجار يعني الاثرياء زمن النظام السابق نعم فيقول قهرت عليه شفت ملابسه المترهله وقديمه وهذا فسالت ابو المطعم اللي قريب يمه غدا قال من هو هذا الشخص اللي قاعد؟ قال هذا واحد اسمه نوري دولة من المعارضين نظام صدام حسين وهم يسوون جلسات يخاطبون الناس والمنظمات وما ادري شنو لتغيير النظام. يقول انا قهرت عليه قلت له هذا متوفي لك نفر كهرباء خليها كل يوم قاضيه بس فلافل. يقول له وديته. يقول ابو المطعم العامل بالمطعم يشتغل يقول مثل تكرمون تكرم كل حيوان المشايخ اللي حكى هذا الاديب. طيب هسه ماشي خلينا نرجع خلينا نرجع لموضوعنا القصة هاي تمام هسه يعني وصلتنا بس يبقى شغلة نعلق عليها انه هذا صاحبك بعده يطلب نفر كباب من نور المالكي لحد هسه لا انا قلت له بالمناسبة انا وقتها احتاجتك بخير قلت له انا قلت له ليش ما تروح لي بالله اجيب لك النفر كباب قال غيري يعدمني هو عايزني طيب هذا هذا اليوم هذا اليوم اللي حكم العراق بدورتين برلمان بدورتين رئاسيتين حكم كرئيس وزراء حكومتين متعاقبتين بحسب المعلومات اللي وردت بخصوص قضايا الفساد أنه أغلب المشاريع المتلكئة الوهمية الفاسدة تمت في فترة حكمة الفترتين نور المالكي بحسب سنان الشبيبي المحافظ البنك المركزي الأسبق سرق أموال واختفت في فترة حكم أموال تكفي لبناء عراق جديد ما حد يحاسبه هذا التصريح اللي خرج من محافظ البنك المركزي الأسبق ما يعتبر دليل إدانة لهذا الشخص ما يعتبر وسيلة حتى لو على الأقل مو يعني يسوون ويا تحقيق على الفترة اللي حكم بها اللي دمر بها البلد شو لغاية الآن هو محصن من كل مساءلة من كل معاقبة استاذ محمد هو القضاء والنزاهه او اي جهه حكوميه بالعراق هي من يلبيه اساس النزاهه او الحقول بالعدل هم كلهم مجموعه لصوص وسراق وحسابات وناس لا شايفه وشافه ما شافه ما شاف شافه يدرسوا حكمه هذا البلد نعم. مو على اساس يبنون البلد لا حكموا على تدمير البلد عندهم هم حقد على هالبلد هذا فانت شفت رجل الجنات يحكمون البلد النظام صحيح البناء صحيح ما يعني
هذه الأزمات اللي تمر بها العراق بعيدة ولا بالعالم هسه لو حزمة بسيطة صارت يوجد الدولتين كلها بالكمية وهم تبعون في على مدير يسوون هذا الحل. احنا أزمات مستمرة وحل ماكو. إذا يعني شنو يعني نظام احنا عندنا فاسد في العراق يجب تغييره من القلعة من جذوعه. اكو شغله صارت قبل كم يوم ومهم انه نطرحها بهذا الموضوع، خاصه واحنا بدنا نتكلم عن واحد من اهم الاسباب اللي دمرت العراق وهو ملف الفساد. قبل بضعه ايام طلع ممثل المرجعيه بالنجف احمد الصافي يقول بانه اللي حكموا العراق او اللي كان بيدهم ملف الحكم قبل داعش او قبل الفتوى مثل ما قال انه لا يجب ان يستمروا او يستلموا الحكم يعني بهكذا معنا، بعدين طلع وبرر هذا التصريح بانه فهم خطا وكذا. القصد من هذا الكلام انه هذه الجهات الدينيه تقول بانه وتعترف بان هي التي تغير الوضع في العراق بفتوى او بغيرها، استطاعت ان تقلب موازين الوضع في العراق. طيب اذا انتم صاحبين قدره وصاحبين سيطره وصاحبين كفاءة أن أنتم تطلعون بفتوى أو بتصريح تغيرون وضع كامل بالعراق، شنو اللي يمنعكم من الخروج للقول بأن هؤلاء فاسدين باعتراف الأدلة والوثائق الرسمية، باعتراف الشعب اللي يشوفهم مجموعة من اللصوص من الفاسدين لا يستحقون البقاء؟ شنو السبب أنه هناك جهات دينية تصمت عن هؤلاء؟ احسنت استاذ محمد على هذا الكلام الجميل. هذول من تقول لازم شنو اللي مانعهم من يعطون تصريح او يعطون فتوى لمحاربه هذول؟ ما يقدرون يسوون هذا الشيء. يعني هم فاسدين مثل الحكومه بدليل او بعده اسباب. اساسا هم هذول الاحزاب الدينيه والمرجعيات الدينيه الموجوده كل سوا. كلهم لتجارة تجارب الدين وليس لإحقاق الدين وليس لتعاليم الدين الحقيقي، لبث الدين الحقيقي بالبلد لتجارب الدين للزيارات والمواقف وذن الشغلات في تجارب الدين دين حقيقي من موجود. لذلك أكو فقرة من صارت الانتخابات 2004 و2006 و2012 من قال انتخبوا عمار، وهذا هو نفس الفتوى المرجعية من قال ما يتقبلون ما يطبل الجنة. إذ قد أكو ناس جهلة، إذ قد أكو ناس متخلفين راحوا انتخبوهم. يعني شوف سيد محمد يعني بدون تجاوز، لأن بالنهاية اللي راح عنده أسباب، لكن احنا نتكلم اليوم بعد 19 سنة اليوم اللي انتخب ذولا اللي راح يعني وضع اصبعه في الحبر انه واختار ذولا بغض النظر منه هي كلها الاحزاب الحاكمه. اليوم شنو نظرته لهذه الاحزاب بعد 19 سنه واليوم الوضع من سيء الى أسوأ؟ يعني هل يعقل احنا بلد النفط عندنا ازمه نفط، ما عندنا مصانع تكرير، ماكو مشاريع انشئت لانشاء محطات للتكرير النفط وإعادة تصنيعها بالشكل اللي يضخ بالشارع ويغني البلد من حدوث أزمة؟ هل يعقل بأنه في العراق ماكو مشاريع، ماكو مصانع، ماكو مشاريع زراعية؟ اليوم العراق دا يموت من الجوع. يعني أنا أسأل حقيقة سؤال موجه إلى الشريحة اللي بعدها تعتقد بأن هؤلاء قادرين على الحكم، هل يعقل بأن هناك من لا يزال يثق بهؤلاء؟ نعم اكو ناس حتى الان تثق بهذول مو من بيهم، يقول لك نوتهم هم اللي يطلعون ما خربوه، مو من بيهم. بس قلت لك استاذ محمد حوار العقلاء الانسان المثقف والانسان الواعي اللي بيتكلم على هالوضع اللي بالعراق وعلى دور الحكام السياسيين والاحزاب اللي يحكمون البلد ما اترجى من عندهم اي خير بعد، يعني نقطه صفر الا بتغييرهم. شكرا محمد من بغداد، اشكر حضرتك. ويانا ابو عبد الله من اربيل، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحي المتابعين. حيا الله. والله استاذ بالنسبة للموضوع هذول من 2003 ولحد الآن من اللي جوي وين الاحتلال؟ الخراب للعراق، وما تتصور منهم أن يبنوا لهم بيت مو ألف مدرسة أو ما أدري وجلس عليه استاذ. أي ألف مدرسة نعم. لما أكو ألف مدرسة. ألف بيت ما يبني مو مدرسة، ألف بيت.
وهذا الشوفة من 2003 ما شاء الله حرمنا من حال. احنا ميزانتنا زينة سال بس احنا نصرف على ثلاث اربع دول، عشان نصرف على الحوثيين، نصرف على ايران، نصرف بسوريا، نصرف بالبحرين، وين ما كنت اربع شيعة الولائين هذول يصرفون عليهم. يعني بغض النظر عن هذا، بغض النظر عن هاي النقطة، بس أنا أريد أسأل إنه بدل ما يبدأ الكاظمي بوضع حجر أساس لمشروع، يعني وارد بنسبة، وارد بنسبة كبيرة إنه هو قد يكتب له الفشل إحنا حتى الآن، لكن ليش ما يروح للأهم ثم المهم؟ ليش ما ينظف البلد من الفاسدين اللي يوقفون أحجار عثرة أمام كل مشروع؟ ليش إذا هو كان صادق بنيته إنه هو يريد يسوي إعمار ويعيد إحياء القطاع التعليمي، ليش ما يروح يحارب الفاسدين اللي تورطوا بمشاريع مدارس سابقا فاسدة؟ وزارة التربية وعدت ب 1500 مدرسة، لغاية الآن الناس ما تدري، ما شافت منها أي شيء. ليش ما يروح يحارب ذول الحيتان قبل لا يبدأ بإنشاء مشاريع؟ ليش ما يروح يحارب الفاسدين الموجودين بوزارة التربية قبل ما يبني هيكل ومضمونه فاشل، مضمونه فاسد، مضمونه تزوير أسئلة وترشيح أو تعيين بالواسطة وتعليم فاشل يخرج أجيال ما تفهم؟ يعني الأمم المتحدة، البنك الدولي يقول 90% من طلبة العراق ما يفهمون، شنو فائدة بناء مدرسي إذا مضمون التعليم فاشل؟ أبو عبد الله وياك استاذ، تفضل وياك استاذ. اي تعليم انا نجحت للصف الخامس لحد الان ما عندها كتاب املاء، ما عندها، يعني اقولها كتبي لي مثلا جمله لحد الان ما تعرف. احنا كنا بالزمان بالصادر الشاب، يعني قراءتنا كانت كلش قويه، يعني بالسبعينات 75 76 كنت في المدرسه. بنتي ما تعرف هسه بالصف الخامس، والله املاء ما عندها استاذ، هو هذا الخراب. التعليم اذا التعليم فسد، ذول الاحزاب هسه شو بدهم اليوم؟ شفت التبذيريه اليوم؟ شوف صار ثلاث اشهر يحاربون، جيني مودي اني واني وهذاك كنا كان عندي هذا المشروع. نعم على طبعه، ذول على طبعه. شوف بس انسحب الصدر البارحه كلهم اتفقوا، اليوم كلهم اتفقوا. علاش اتفقوا؟ ما نعرف، مع العلم يقولون الاقليم قلعه الموساد، الاقليم جايبوك نفط البصره هنا، الاقليم هيك تسوي السنه داعشين ما ادري شنو ما ادري شنو. زين شلون تبقى باربع ساعات؟ تعال قول لك هم كلهم حراميه، غطيني وغطيلك استاذ، عرفتني شلون؟ نعم نعم. هو هنا الحشيش، هم كلهم واحد يغطي الناس، كلهم شركاء. يعني اليوم من يقول تمام ابو عبد الله، من يطلع واحد مثل مشعان الجبوري هو عضو سابق. ابو عبد الله تسمعني؟ تسمعني مشعان الجبوري عضو لجنه نزاهه سابق قال بانه لجنه النزاهه كلها فاسدين، كلها معينين بيهم أشخاص يمشون ويا مبدأ ادفع لي حتى أطمطم لك الملف. يقول في لقاء تلفزيوني سابق وهو عضو لجنة نزاهة، ويقول أنا فاسد، هو يعترف، يقول بأنه رئيس لجنة النزاهة يحتاج لجنة نزاهة. إذا كانت اللجان النيابية المعنية بالنزاهة بمحاربة الفساد هي أصلا فاسدة من جذورها، إذا كان القضاء مصنف بأنه فاسد مخترق ولائي، القضاء بالعراق ولائي مثل ما يقول هادي العامري يتأثر بالضغوطات، كيف يمكن أن يحارب الفساد؟ أي شخصية حتجي، أي حكومة راح تجي، يلزم مقتدى الصدر، شنو اللي راح يغيره؟ لزم المالكي وجماعته، شنو اللي راح يغيروه؟ إذا كان القائم على محاربة الفساد هو فاسد، هو مطعون بنزاهته. نعم. شلون راح يتحارب الفساد يا ابو عبد الله؟ ما استاذ ارجوك، الفساد ما يتحارب. احنا اساسنا غلط من 2003 ولحد الان اساس غلط. يعني نعم. ابني 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 يرتب عتبه بعدين حرق على اللحظه وينهدم.
نعم استاذ غلط. احنا هذول جونا من الخارج كلهم تعلموا مدارس كلها مخابراتيه، كلهم كانوا بالخارج استاذ، واللي يديرهم كانوا مخابرات الدول اللي كانوا بيها. طبعا اي دوله شيء علمة يا عم بس على الخراب هيك يسوي هيك يسوي هيك يسوي هو يمشي وراه خلاص. سيد أبو عبد الله من أربيلة، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأختم وياك حلقتنا لهذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، كما قلنا ونذكر بأنه هاشتاج هذا الأسبوع هو مشاريع العراق الوهمية، بإمكان حضراتكم التفاعل مع هذا الوسم في موقع تويتر بالتعليق بما تريدون، ونشر هذا الوسم لإيصال رسالة إلى الجميع بأن العراق لا مشاريع في العراق، العراق خالي من المشاريع، من يحكمون مجموعة من الفاسدين سرقوا المال بحجة المشاريع. بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.